سلام بنات، كيفكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في القناه، قناتكم ام محمد سراج. اليوم فيديو جديد، غادي نعدلوا قنيطات ديال الكفته اللي كيجيو رائعين صراحه، الله مقرمشين. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تتبعوا المراحل بالضبط، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وبقاو معايا حتى الاخير، ندوزو الطريقة ديال التحضير. نبداو على بركة الله البنات الطريقة ديال التحضير. اول حاجة كنوضعو الزيت، كناخدو مقلة كنعملو فيها شوية ديال زيت المائدة. بغيتو تستعملو زيت البلدية كتستعملوها، انا بالنسبة لي اللي خديت زيت المائدة. هنايا شلت تقريبا 4 ديال البصلات اللي هما كبارين، تقريبا 1 كيلو الا ربع ديال البصلة، يعني قطعتها بالطريقه هذه. شوفوا نتوما الطريقه اللي بغيتوا تقطعوها، يمكنكم تقطعوها يعني طويله، يبقى لكم اختيار. بالنسبه لي البنات، انا كنحطها في المقله كنغطي عليها وكنخلي حتى كتبان لنا ديك البصله، عاد كنحركها عاد المهم عاد كنبقى نحركها، يعني ما كنبقاش نحركها في الاول، يعني حتى كتبان لنا شي شويه. هذه الطريقه هذه كتسهل علينا تطيبنا ديك البصله شويه دغيا. صافي كنبقاو نحركوها، رغم البنات ان هاد الوقت هذا شويه بصله ما كتبغيش يطيب دغيا، لان يعني فيها شويه الماء زايد، يعني حتى الصيفيه عاد كتكون بصله دغيا كطيب. هنايا البنات عندي فلفل احمر اللي قطعته، كنقطعو انا مربعات هكذا وكنحتفظ فيه في المجمد. بامكانكم يعني تاخذوا فلفله وتقطعوها ايضا مربعات، انا كانت عندي في مجمد، فتا هي حتى كنغطي عليها وكنحس بها حتى كتدبل شي شويه، عاد كنبدا نحركها كتعطينا نكهه غزاله البنات في هذه الحشوه. المهم البنات كنبقاو على هذه الطريقه هذه، دائما العافيه مهيله، كنبقاو نشحروا ديك الخضر ديالنا، يعني ماشي الخضر، انا استعملت غير البصله والفلفله، يعني كنبقاو نشحروها غير بشويه بشويه، خصها تكون العافيه مهيله البنات. هنا كنغطي عليها البنات، نتوما كتشوفوا يعني كنحاول ما امكن تطيب في البخار ديالها. هنايا مني حسيت بديك البصله بدات كطيبنا، زدت لها واحد كاس ديال الماء معمرش وكنخليها تطيب مزيان. دابا صافي كنغطي عليها تقريبا واحد ربع ساعه حتى كتنشف لنا ديك الماء، عاد كنضيفوا الكفته. استعملت هنايا 500 غرام ديال الكفته. صافي كنبقاو ندخلوا فيها مزيان هاد البصله وهاد الفلفل، المهم كندمجوا العناصر مع بعضياتها. هاد الحشوه البنات كتجي رائعه وخفيفه، ما كاين لا ديك شعريه صينيه لا حتى شي حاجه. هنايا البنات ملي طابتنا ديك كفته كنزيدو التوابل. بالنسبه للتوابل فانا استعملت العطريه ديال اللحم، اي معلقه كبيره ديبزر، سكنجبير وفابريكا والملحه، فهادو هما التوابل اللي استعملتها البنات. صافي كنحركو عاوتاني العناصر. بالنسبه للتوابل ديال اللحم فكتاخذوهم عند العشاب كتقول له عطيني التوابل ديال اللحم. هنايا البنات كنبقاو نحركو الحشوه ديالنا حتى كتنشف لنا من الماء مره، يعني هيدا كنبقاو نشحرو فيها حتى ما كيبقى فيها حتى شي حاجه ديال الماء، لان ضروري الحشوه خصها تجينا ناشفه، ما خصهاش تجينا فاسكه نهائيا. صافي كنستمروا على هاد الطريقه ديال التحريك وكنشحروا فيها مزيان. بالنسبه للبنات القزبر والمعدنوس فانا ما استعملتوش، بامكانكم تستعملوا. هنايا البنات كناخذوا واحد مصفط، شوفوا نتوما اللي عندكم في الدار متوفره. انا هنايا شحرت الحشوه ديالي مزيان، ولكن ضروري ما نستقطروها اكثر، لان هاد الحشوه خصها تكون ناشفه، ما خصهاش تكون عندنا نهائيا فيها شي حاجه ديال الماء، خصها تكون ناشفه نهائيا. هانتوما كتشوفوا البنات انا حطيت طبسيل من تحت باش نشوف شحال هاود لي منا، يعني لاحظت ان قليل داكشي ما هاودش منا بزاف، لان نشفت ملي كنت كنشحرها. هانتوما كتشوفوا هنا الحشوه ديالي بردت وسقطرت مزيان، يعني اذا كان شي سوائل يعني سقطرات مره.
كنتمنى البنات يكون واضح هذا الشيء. هذا بالنسبه لهاد الورقه فانا غادي نقسمها على 4. انتما كتشوفوا يعني هاد الورقه خديتها من المرجان. صراحه هاد الورقه عجبتني بزاف البنات، عمليه ما كتقطعش دغيا وكتجي مقربشه واحد القرميشه رائعه فيها البنات. هانتوما كتشوفوا الطريقه اللي قطعتها البنات، يعني قسمت على 4، كل ورقه قسمت على 4. حاولوا البنات يعني نحتفظوا بها في بلاستيك، يعني ضروري واحد كيس بلاستيكي خصنا نحتفظوا بها باش كتبقى لنا شويه طريه. الا خليناها هيداك على برا غادي تقصحنا شويه ما تبقاش يرطبها. دابا غادي نبدا نلوي قنينطات ديالي. فدايما البنات كناخذوا طبعا الجهه اللي حرشه من داخل والجهه اللي رطبه كتكون من على برا. كنعملوا فيها واحد شويه ديال الزيت، كنوضعوا الحشوه ديالنا، كنزيدوا لها الجبن الاحمر. كيبقى لكم اختياري طبعا، بغيتوا تستعملوا شي نوع ديال الجبن اخر وبامكانكم تبقاو يعني تستعملوها بدون جبن. كناخذ هاد الخليط ديال الدقيق مع الماء باش كنشد القنيطه ديالي، كتبقى لي محكومه وصافي. كنبقى نستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنكمل الحشوه اللي عندي كامله. كيف ما قلت لكم البنات الجبن كيبقى اختياري، يعني بامكانكم تستعملوه وامكانكم تستغناو عليه، ما كاين حتى شي مشكل، يعني غير الحشوه بوحديتها كتجي كافيه. طريقه سهله البنات، وهذا هو الشكل ديالهم البنات ملي كنساليوهم. هذيك الاخرانيه بقات لي زايده لان جاتني كبيره شويه، لان بقات لي الحشوه والورقه ما بقات لي شي. فكان دائما كندهنوهم البنات من فوق شويه ديال الزيت. استعملوا الزيت من الاحسن، كيعطيهم تقرميشه احسن من الزبده، الزبده شويه كترطبوا. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي البنات، كيجيو رائعين صراحه، كيجيو مقرمشين. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. كيجيو راقيين البنات وسريعين في التحضير، دغيا كيوجدوا. كيف ما كتشوفوا البنات بالنسبه للحشوه فهي اقتصاديه، ما كاينش مكونات بزاف، يعني نقدروا نوجدوا هاد المكونات في اي بيت. وهنايا البنات كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتعجبكم. ولا عجبكم الفيديو طبيعه الحال ما تبخلوش عليا بلي لايك، وبارطاجيو مع الاهل الاحباب ديالكم باش تعم الفائده، وشاركوا في القناه الا كنتوا باقي عمركم ما دخلتون عندي، فشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وهنا البنات بغيت نشارك معكم العشيه اللي كانت جاتنا عندي الصديقه ديالي اللي كنعتبرها بحال الاخت ديالي. العشيه بسيطه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله.